ندخل انذار والله. بيوت خسفت، غرف خسفت، العائله ساكنه بالمطبخ تقعد، غرف عدوس، حيطان عتقع من حاله. يعني هاي ما وضعيه مال السكن، هاي ما وضعيه، ما وضعيه مال البشريه. يعني والله تعبنا، يعني البيوت هسه عدوس من هالماي وهالوضعيه هذه. يعني ما نقدر نروح نجي، ما نقدر، يعني اذا مطر واذا يعني فرد مره وضعيتنا ما العيشة هاي. يعني المنطقة القديمة حيل تعبانة والله، خاف لا بيوتنا تقع على راسنا. اي يعني بيوت عدوس وهالمايات والمجاري كلها جوا البيوت، وبيوت ما مثل بلوك جسر حجر، هذا ما يتحمل. احنا انعان بيوتنا هسه جواتها فراغ صاير، والبيوت اللي ساكنين بيها اكثر الناس اللي ساكنين بيها حالتهم وضعيتهم تعبانة، ما عندهم يعني حتى يبني الغرفة ما عنده. فاحنا نطالب المسؤولين يجي يطلع كشف عليهم. انا اتحمل مسؤوليه كلامي، بيوت اذا ما قلبه بيت على بيت والغرف خاسفه انا اتحمل مسؤوليه على كلامي. خلي يجون يسوي لنا حل، يعني ترى امكانيه ما عدد نصرف، يعني اكثر البيوت اللي عنده ما عنده صرف عليه، وهم رجع بيته داس مره ثانيه. هاي المنطقه ما نطي بيها ضمان، البيوت مالها كلها جص حجر وبناء قديم، خلف الله المنظمه جت عمرت شويه وهم رجعت داست مرتلق، والناس تعبانه ما عندها امكانيه. بيوتنا هاي بيوتنا فورا انهيار. على خاصة عند الكنيسه هون، من دفنوا الكنيسه الماء جا علينا. هذا البيت غرفتين زاد داسوا. هذا البيت داس. الاسقاق العوجي مالنا الفرع، القوالب كلها داست. ما شفنا احد مسجع. في المحافظ، في المدير البلديه، وفي القائم المقام، ما حد جانا.